وبركاته. مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم ضمن عدد جديد من برنامج تمهل الذي يعنى بسلامة المرورية. الجزائر من عينتي مشانتي يخدمكم اليوم من خلالكم من الزميلة قدقلوشة خضرة في العارضة التقنية، زميلة نفيسة حدب في الإخراج والإشراف الفني، وتتواصل معكم ميكروفونيا نعيمة طيب. تسلط الضوء على موضوع السياقة في شهر رمضان وخلال فترة الحج الصحية. سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نسلط الضوء على الأرقام المسجلة في مجال حوادث المرور، الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث، والمخالفات المسجلة خلال فترة الحجر الصحي. هي نقاط نستضيف من خلالها اليوم كل من المقدم لعليبي جمال رئيس مكتب أمن الطرقات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطنية، يرافقنا الملازم الأول سليمان عثمان عبد القادر من مصلحة الأمن العمومي، الملازم الأول بن طويلة أحمد من مصلحة الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية عين تيمشانت، الملازم بالهدف سيد أحمد من مديرية الحماية المدنية، ويتحق بنا عبر الهاتف الباحث الدولي في السلامة المرورية الدكتور محمد كواش. أهلا وسهلا بكم. تعودنا بحلول شهر رمضان نلحظ عدد كبير من الحوادث المرورية المسجلة عبر طرقاتنا، إلا أن هذه السنة الوضع خاص، شهر رمضان يتصادف والوضع الصحي الراهن ألا هو فيروس كورونا، هذا ما أدى إلى انخفاض في عدد الحوادث المسجلة عموما. عن الأرقام المسجلة في حوادث المرور بداية أستهل هذا الحوار مع المقدم العلي جمال رئيس مكتب أمن الطرقات.